بين تركيا وهولندا. تدور أحداث فيلم إسلاموفوبيا للمخرج التركي عمر ساريقايا. الفيلم الذي يتم تصويره حالياً ويعرض في العام الحالي يتناول إظهار سماحة الدين الإسلامي والتعايش بين أبناء الديانات المختلفة. احنا كمسلمين من حقنا ندافع عن وجهة نظرنا، ان احنا كعرب متحضرين، مش كلنا إرهابيين، بل اننا بننبذ الإرهاب وبننبذ العنف تماماً. فيلم زي ده لو صحت وجهة نظر المخرج، ولو كان القصد منه فعلا الدفاع عن وجهة نظره ان الإسلام مش كله إرهابيين، فنتمنى طبعا انه يحصل وانه ينجح. اللي هو عاوز يظهر يعني ان مفيش فرق بين مسلم ومسيحي، الاثنين عايشين في دولة واحدة، سواء بقى في إرهاب او الحاجات اللي احنا بنتعرض لها كل يوم. هو عاوز يوصل رسالة معينة ان الاثنين زي بعض، فكل حاجة زي بعض. في ناس عندها معتقدات معينة ما ينفعش تتغير من خلال فيلم، يعني انت محتاجة مثلا تراث كامل عن الاسلام المعاصر عشان تقدري تغيري المعتقدات بتاعتهم. عشان تغيريها من فيلم واحد فده مش هيحصل. من بين احداث فيلم اسلاموفوبيا مشاهد سيتم تصويرها في منطقة اهرامات مصر، بلد الازهر التي عاش على ارضها عبر عصور وحقب التاريخ المتعقبة اتباع مختلف الديانات ولا يزالون. مبنى عظيم، استخدامه في السينما مهم جدا، وفي افلام في هوليوود كبيرة قوي استخدمت الأهرامات كمثال. بيبقى بشكل رمزي، يعني هو بيقدر يستخدم الهرم بشكل رمزي في شكل تاني من الدراما. مجموعة من نجوم هوليوود سيقومون بالظهور في الفيلم كضيوف شرف، منهم روبرت دينيرو وأليك بالدوين وجاكي شان وميل جيبسون. من القاهرة، محمد محي الدين، اليوم على الحرة.